مساء الخير وحلقه جديده في دائره الضوء على النهار اليوم. ضيفي ضيف حضراتكم النهارده اللواء محمود منصور رئيس الجمعيه العربيه للدراسات الاستراتيجيه احد مؤسسي المخابرات القطريه. اللواء محمود منصور صاحب تجربه عسكريه حافله، شارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، عمل في كان لازم المخابرات الحربيه، كان رئيس قسم التحريات والمراقبه اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع، ساهم في بناء وتدعيم اجهزه مخابراتيه في الوطن العربي وابرزها تاسيس جهاز مخابرات دوله قطر. اللواء محمود منصور شاهد عيان على كواليس سيطره الامريكان على المخابرات القطريه وبناء القواعد الحربيه بها. ايضا عصر ايام الانقلاب على الشيخ خليفه بن حمد ودور امريكا في بث قناه الجزيره التي تقف وراءها وتدعمها المخابرات الامريكيه. ده ضيفنا وضيف حضراتكم الدكتور محمود منصور. ان شاء الله هنتكلم. احنا عارفين ان الحرب الاخرى الموازية لحرب الارهابية اللي في سيناء اللي هي حرب المعلومات وحرب القرية او ما تسمى بحروب الجيل الرابع والخامس او الحروب الجيل الثالث والرابع والخامس ايا كانت، انما في النهاردة حرب افكار واشياء. ده بيبقى الجزء اللي الحرب دي بتقوم على اكتاف اجهزة المخابرات. كيف يمكن ان احنا نقرأ الحرب دي؟ ايه الحكاية بتاعت اللي بيحدث في من العائلة الحاكمة في قطر؟ هم سلموا نفسهم للشيطان. انا رايي انهم سلموا نفسهم للشيطان، هم عشان يقعدوا يحكموا وياخدوا قطر دوله صغيره جدا تعدادا في البشر وعندها ربنا سبحانه وتعالى حباها وربنا يديم عليهم كل نعمه للشعب القطري، ان ده ثروه طبيعيه في بترول وخلافه. اللي يحكم بلد زي ديت وبيحطوا ايده على الكلام ده، لان ثلاث ارباع الدخل بيبقى للعيله المالكه بتاع قطر، فطبعا عشان يقعدوا على الحكم سلموا البلد للامريكان، سلموا دقنهم للصهاينه وتعاونوا في كل حاجه. قطر بتلعب دور القذر اللي كانت بتلعبه ايران ايام شاه ايران، واللي جزء كبير كانت بتلعبه اسرائيل، بس هم الغرب وامريكا طلعوا اسرائيل من المعادله وخلوا اللي يلعب ده حد تاني. ويا سلام لو الحد اللي يلعب دور القذر ضد العرب يكون دوله عربيه، وهم بيلعبوا الدور القذر ده اللي هي العيلة الحاكمة في قطر. كل الأشياء دي كلها هنتكلم فيها مع اللواء محمود منصور. النهاردة الرئيس السيسي بدأ الزيارة بتاعته للرابعة الإمارات ليشارك في احتفالات العيد القومي لدولة الإمارات. دولة الإمارات يعني العلاقة الوطيدة والمواقف الحقيقة التي لا تنسى من أيام الشيخ زايد بن نهيان رحمة الله عليه، لا يمكن لأي مصري أنه يقدر ينساها. المواقف الشيخ زايد ومن بعد الشيخ زايد الحقيقة، فمواقف عظيمة جدا. الرئيس النهاردة راح الإمارات في الزيارة الرسمية لدولة الإمارات، هتقعد يومين الزيارة ديت، مشاركة في احتفالات العيد القومي للإمارات اللي هو يوافق أول ديسمبر إن شاء الله. العلاقات المصرية الإماراتية لا خصوصية كبيرة، زي ما بقول ان الشعب المصري لا هينسى الشيخ زايد ولا ما بعد الشيخ زايد. الرئيس زار الامارات اربع مرات. المره الاولانيه كان في 2014 و 11 مارس 2014، وزار الامارات كوزير للدفاع متابعه المرحله الرئيسيه من للمناوره المشتركه بين الجيشين المصري والاماراتي زايد واحد. ووقتها اعلن السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسه 2014. طبعا الزياره كانت مبرره، وزير دفاع يزور الامارات، انما ما اعتقدش يعني مناوره ايه، لكن هنالك اشياء كثيره جدا بحثت مع المشير السيسي وقتها او الرئيس السيسي بعدها. الزياره الثانيه كانت في 18 يناير 2015، ودي كانت اول زياره رسميه ليه كرئيس للجمهوريه، وكانت في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل. الزيارة الثالثة كانت في 27 أكتوبر 2015، وكانت زيارة لبحث أمور ثنائية، وزار فيها أبو ظبي ثم مدينة دبي. الزيارة الرابعة بدأت اليوم وتستغرق يومين. في برضه في خلال الفترة خلال عامين ونص كانت هناك سبع زيارات لمسؤولين إماراتيين للقاهرة، أكثرها كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات. زار القاهرة خمس مرات في خلال 2016، أربع زيارات لمسؤولين إماراتيين للقاهرة، منها ثلاث زيارات للشيخ محمد بن زايد. الزيارة الأولى للشيخ محمد بن زايد كانت في 22 أبريل، والثانية في 25 مايو، والثالثة في 10 نوفمبر 2016. ده كله. الزيارة الرابعة كانت السنة دي في 2015، السنة دي كانت في 8 سبتمبر لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد. خلال دي الصور والزيارات
المعلن عنها، وربما يكون هناك زيارات غير معلن عنها كثيرة جدا الحقيقة. الرئيس وصل لدولة الامارات، فكان في استقبال الرئيس هذا وصوله مطار ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. الرئيس عمل جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد رحب قوي ان الرئيس يشارك في فعاليات العيد الوطني 45 لدولة الامارات. ولي عهد ابو ظبي يؤكد في على المكانه الخاصه المتميزه التي تتمتع بها مصر وشعبها لدى دوله الامارات، مؤكدا على موقف بلاده الثابت من مسانده مصر. الرئيس السيسي قال ان دوله الامارات اصبحت نموذجا يحتذى به لكافه الدول العربيه في تحقيق التنميه الشامله. المباحثات طبعا المباحثات اللي دارت انا مش يعني حابب انا احاول اي حاجه لما اقول انا عرفت ايه اللي فيها، انما هنقول الحاجات اللي بيقولوها كلها المباحثات الثنائيه والامور المشتركه والتفاهم والكلام ده كله، انما مؤكد ان الزياره دي مهمه جدا 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 في وقت هنالك محاولات كبيره جدا لاحداث شقوق في العلاقات العربيه يعني. وكون النهارده ان تبقى الزياره للامارات كده يعني يا رب عشان كل الحاجات الصغيره اللي تظهر ديت تروح، ويعود العرب يعني كلمة واحدة ورأي واحد وصف واحد، لأنه ده السبيل الوحيد اللي نقدر نقف بيه قدام أي حد، السبيل الوحيد اللي نقدر نقف بيه قدام الحاجات اللي بتتعمل. وإحنا شايفين إن اللي حصل من 2011 لغاية دلوقتي المسألة مستهدى بيه في المنطقة الدول العربية مش حد تاني، وده إحنا شفنا اللي وقع من قبل، كانت البداية بالعراق من قبل كده، وإنما نشوف سوريا، نشوف اليمن، نشوف ليبيا، نشوف ده الكلام ده كله، نشوف المحاولة اتعملت مع مصر وما زالت المحاولات، إنما مش هيقدروا يعملوا حاجة. وزير النقل الروسي النهارده قال إن الجانب المصري اطلع على مشروعات الاتفاق الحكومي الدولي بشأن أمن الطيران مع روسيا، وأكد على دور التوقيع ولكن لا يوجد جواب نهائي. الوزير الروسي قال انه بالفعل تم تلقي استجابه من الجانب المصري. الوزير النقل ان روسيا ارسلت لمصر المواد المتعلقه بالاتفاقيه الدوليه الحكوميه المتعلقه بامن الطيران، حيث تنتظر موسكو التنسيق والموافقه. يا سيدي احنا موافقين على الاتفاقيه، موافقين على اي حاجه، ابعتوا لنا السياح بقى. عايز ايه؟ عايز يطلع يطلع يا سيدي. فاصل. كلية طب الزقازيق أعلنت عنها بتدشن حملة علشان هتعمل عمليات قلب مفتوح للأطفال مجانية. وكلية طب الزقازيق مع مؤسسة منتدى إيد البريطانية الخيرية عاملين حملة القلوب الصغيرة، هيعملوا فيها عمليات من 10 ل 17 ديسمبر. الدكتور خالد عباري رئيس جامعة الزقازيق قال إن الحملة تبدأ يوم 8 ديسمبر في استقبال الحالات الحرجة في المستشفى التعليمي محافظة الشرقية وإجراء الفحوصات، وبعد كده اجراء عمليات للاطفال اللي بتراحوا عمرهم ما بين 80 ل 120 حاله بينهم اطفال حديث الولاده. وقال ان فريق طبي متطوع هيعمل الحمله دي. يعني اتمنى ان يعني كان المفروض يدوا فتره بس عشان الناس اللي عايزه تروح وتيجي اللي تروح هناك. طبعا اولويه اتمنى ان تبقى هناك الاهل الزقازيق، لان في حاجات كتير جدا يعني اللي في القاهره واللي هنا اهو مولود اكتر من مستشفى بيقدر يعلب والريش وغيره. في الاول وفي الاخر المهم ده حاجه كويسه جدا. الملاحظه بس انا عايز اقول ان المنظمه الانجليزيه لمؤسسه منتدى ايد البريطانيه الخيريه هم بيعملوا حاجه تعتبر حق من حقوق الانسان، ان انا بعمل عمليات جراحيه فاصرف على فريق الدكاتره اللي جاي من انجلترا، بانفق عليه ومصاريفه وتذاكر طيران وغيره وغيره، واذا كانت الجامعه الجزائريه بتستضيف او بتعمل استضافه ليه بيبقى حل. انما هنا ادي شغل المؤسسات الخيريه اللي على الارض، انما احنا مصممين ان جمعيات الحقوق بتاعه الانسان اللي عندنا اللي بتقبض اللي بيتم تمويلها من الخارج بالدولارات، ويبدو ان التمويل ده مشروط، والا ما كانت الجمعيات دي، لان انا ما شفتش جمعيه من الحقوقيه دي عملت اي مشروع على الارض زي ده، انه يعمل يعني النهارده لما يبقى 120 طفل عندهم ولا اكتر ولا اقل يتعمل لهم عمليات جراحيه بفريق عالمي وجاي من بره. يعني شوف المؤسسه الخيريه اللي في انجلترا جايه تعمل ده. انا انتوا بقى عملتوا ايه على الارض عندنا؟ ما فيش. يقول لك عملنا ندوات وعملنا قياسات وعملنا مش عارف استطلاعات راي وعملنا حوارات ومنتديات، كله كلام وكله حاجات. طب وكل الكلام ده كله وعملنا، يقول لك عملنا مثلا 100 بتاع ده
احتجاج علشان خاطر قانون منع التظاهر، واحنا اصل احنا التظاهر. هو انت عامل جمعيه حقوق الانسان عشان تظاهر؟ ادي جمعيه بريطانيه خيريه، هي شو بتشتغل ايه؟ نفسنا الجمعيات بقى اللي عندنا كلها سواء خيريه او حقوق او حقوقيه او اي حاجه، انت بتسال في حقوق، ده شيء عظيم انك بتشتغل في ده، وربنا هيدخلك الجنه انك بتدور على حقوق البشر. بس حقوق الانسان في مصر ليس فقط التظاهر، والله كفايه بقى. والناس اللي بتعترض وعماله تتكلم على قانون كفايه، لان منظركم بقى وحش الحقيقه. يعني النهارده الموجه بتاعت الطقس النهارده طبعا الدنيا غرقت في حتت كتيره جدا. خبراء الارصاد بيقولوا ان بكره هتستمر السحب المنخفضه والمتوسطه، وفي سقوط يعني الامطار في احتمالات كتيره يعني موجوده بكره، هتبقى في امطار، وان الطقس هيبقى مائل للبروده على جميع انحاء البلاد، ودرجه الحراره الصغرى الليله وبكره هتبقى ان شاء الله 12 درجه. دي الصور طبعا بتاعت اللي حصل في اسكندرية. طبعا النهاردة كان الهواء او سرعة الرياح كانت شديدة، وده باينة حتى في الصورة اللي فاتت بتاع كورنيش اسكندرية، زي يمكن الكورنيش كانت نص الكورنيش او المية اللي على الكورنيش اكترها من البحر اكتر منها من المطرة من بسبب. وفي الاطار ده برضو النهاردة في الطريق الدائري بسبب الامطار ديت حصل حوادث النهارده، انما اخطر هذه الحوادث كان عربيه نقل محمله بمواد بتروليه 40 طن سولار، واصطدمت بثمان عربيات اخرى على الطريق، مما ادى لاشتعال النيران في السولار. هنا بس اللي عايزين نقوله بقى هنا ليه ده كله؟ لان ما فيش اي حاجه انضباطيه على اي طريق. النقل دلوقتي عادي بيمشي 100 و120 كيلو و130 كيلو، اقسم بالله العظيم، على الدائري وغير الدائري. هنا الصوره هنا العربيه ديت والحريق، وتخيل بقى لما تصطدم عربيه تروح. ما هو طبعا هو حاول اكيد بيجري وحاول يضرب فرامل، خد قدامه كله، والطريق مزحلق ومطر، يعني حتى لما بيبقى في ميه على الاسفلت، لما بتبقى الميه بكميه قليله جدا بتبقى الاسفلت عامل زي ما يكون عليه صابون، ما ينفعش داري عليه، لانك هتيجي تفرمل هتحرق. هو اللي حصل لما جه فرمل دخل في ثمان عربيات، العربيه حصل الحريقه الكبيره ديت. والنهارده مثلا من ضمن الحاجات الحوادث النهارده القطر اللي بين الزقازيق وطنطا وقف لان في نخله وقعت على القطر، على ما شالوا النخله وبتاع. المهم في العريش النهارده دوريه للشرطه في العريش، العربيه المدرعه بتاعتهم انفجار طبعا على جانب الطريق، اتقلبت، اتعوق، كان فيها ضابط وست مجندين، اصيبوا بقى بكسور وحواديت كتير نتيجه انفجار. فكان في منطقه كمين اسمه في المنطقه بتاعت العريش ديت. وبعدين في نفس الوقت برضو كان عيل صغير ماشي على الطريق بس في حته تانية اسمه السيد سليمان، عنده 5 سنين، يا عيني داس على عبوه من الجماعات الارهابيه حطينا انفجرت فيه ومات في نجع شبانه في جنوب رفح. وسيده وست تانية منيره سالم 27 سنه طلقه جات لها طلقه في دماغها توفت على الحال. حد هيقول لي لو يعني مش هنقدر حكايه الالغام والحاجات اللي بيحطوها لعبوات الناس فدي، لا، حتى طالما ان الارهابيين في حاله اختلاط او طالما ان الارهابيين في معاونه لهم بصوره كبيره من الناس المدنيين اللي هم متعاطفين معاهم او هم اهاليهم او الكلام ده كله، هيبقى سهل قوي انك انت لن تستطيع ان تسيطر على كل الطرق، وانك تبقى عامل على كل، يعني عشان تسيطر يبقى لازم تحط على كل مثلا 30 متر واحد واقف على طول، وطبعا لو حطيت كده هيبقى هدف ثابت، فانت ما تقدرش تسيطر. وبعدين طالما ان المدنيين، ما هو ده اكيد مدنيين او مش مدنيين، دول من الناس الاهالي مش اللي هم هادين في الصحراء بيعملوا اللي بيزرعوا الالغام. وعلى فكره في حاجات كتيره جدا كان ستات بتعمل ده، لان الستات المتطرفات الحقيقه هناك اشد بأسا من الارهابيين الرجاله، حاجه غريبه جدا. يعني النهارده كواحد ديسمبر الجهاز المركزي او بدايه ديسمبر الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء قال للمواطنين الجهاز احنا عارفين
رئاسة حماية المسالك اللي انتوا كاتبينه، رئاسة حماية المسالك اللي هو عاطف يعقوب، كانوا عاملين دعوة علشان خاطر مقاطعة حماية المسالك. قالوا ان احنا هنعمل النهاردة مبادرة عشان نمنع الناس تشتري، وده نوع من انواع الضغط انك انت عايز تظبط السوق. وده يبقى يوم فكرة انك انت ازاي تعمل منظومة لمواجهة الغلاء، وازاي تعمل، ازاي تواجه اللي بيحصل ده. ما طيب، على كل حال نقدر نشوف جهاز حماية المستهلك قدروا عملوا ايه النهارده. نكلم السيد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ ابراهيم، واهلا بمشاهدينك الكرام. ازاي حضرتك؟ طيب، الله يخليك يا ابراهيم. النهارده كان الدعوه اللي كانت معموله من الجهاز علشان مقاطعه الاستهلاك او تقليل الاستهلاك او ترشيد الاستهلاك، المؤشرات عامله ازاي؟ لا الحمد لله، ده النهارده فصلة تاريخية. أولا عايز أعيد التأكيد تاني، النهارده مبادرة الامتناع عن الشراء دي مبادرة المواطن المستهلك عاطف يعقوب وليس اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. تمام. عشان في بيحصل خلط وناس تقول ازاي هم هيرموا على المستهلكين ان هم اللي بالنسبة اللي بيحصل في السوق وارتفاع الأسعار. لا، احنا عندنا اجندة تانية يعني كاملة، عملنا اليوم الحكومي بالاشتراك مع كل الاجهزة الرقابية، ويعني بأكد ان حتى يوم السبت اللي فات المصنع اللي احنا جبناه في دسوق، والمصنعين كانوا في دسوق في اخر الدنيا لما فتحنا فرع جديد لحماية المستهلك في دسوق، اللي هو كانوا بيجيبوا حلاوة المول بتاع السنة اللي فاتت ويعجنوها تاني ويدوروها عشان ينزلوها سوق السنة دي. فاحنا غير بقى المصانع والشغل اليومي اللي هو عندنا نحن تلقي الشكاوى والعربيات اللي فيها مشاكل والثلاجات والغسالات والتكييفات وكل هذه الاشياء. اما مبادره المواطن عاطف يعقوب المستهلك اللي هو بيتكلم على المجتمع المدني، من غير المجتمع المدني وايجابيه المواطنين ومن غير ان المواطن يبقى حاسس ان هو ليه دور، ان مهما كان عندنا مجهود حكومي مش هيقدر ان هو يوفي بالمطلوب في ضبط الاسواق. بره حضرتك انت عارف ان الناس ايجابيين وتلقائيين في بيختص بحقوقهم. كل ما وجدناه ورصدناه الفتره اللي فاتت ارتفاع غير عادي في الاسعار يواجهه نوع من الشكوى فقط بدون اي اجراء من المستهلكين، لان لم يجدوا من اللي هو يبذل في وسطهم مبادره ممكن يشاركوا فيها بايجابيه. فالمبادرة في الحقيقي وجدت صدى عند الناس كلها، لان هات لي واحد يقول ان انا مش متضايق من الاسعار او ان هي بتحرج اقتصاديات الاسرة حتى قدام ولادها. فدي كانت اساس المبادرة، ان احنا كيف ان احنا نجمع صوت المستهلك ونطلع المارد اللي هو من اللي هو ملوش اي دور كان في الفترة اللي فاتت غير ان هو بيتلقى طعنات ارتفاع الاسعار. يعني بقت واصبح، يعني انا عايز اقول لحضرتك من امبارح وانا بقول المثل ده يعكس كل اللي في السوق. احدى الزميلات اللي هي في مجال الاعلام كلمتني على تليفوني وقالت لي انا موجوده بشتري غساله من محل كذا، الراجل اللي بيبيع لي قال لي خلي بالك دي ممكن هتجيب، فانا قلت انا خلاص هشتريها انا محتاجاها. راحت تدفعها على الكاشير، لا بتاع الكاشير بيقول لها لا معلش دي زادت 1500 جنيه، انا لسه جايه لي تعليمات من الاداره ان انا ازود ال 1500 جنيه. طب باي منطق ان هو يزيد؟ طب احنا طول عمرنا نعرف اللي بيسافر بره ان انت تاخد الحاجه وتطلع على الكاشير يقول لك لا ده مش هتدفع مثلا 10 دي بقت بخمسه. يعني دايما اللي موجود طالما ان انت معروف بسعر ان انت للسعر الافضل ان يقول لك لا ده في سعر افضل جالنا تعليمات دي، انما ما شفناهاش ابدا ان انت حاجه معروفه واللي هي اتحسب هوامش الربح بتاعتها واتحطت بسعر واجي الناس تشوفها بسعر واجي ابيعها بسعر تاني. عشان كده انا هعمل لو هو ثبت من خلال التحقيقات صحه هذه الوقعه هيتم ان هو ارسالهم للنيابه العامه بتهمه البيع بازيد من السعر المعلن، واي سعر معلن يتباع بازيد منه كانك بالظبط بعت حاجه مسعره تسعيره وان هو باع بازيد منها. النهارده كل اللي جالنا والصور اللي جات لنا من مولات وفي فراغات وفي ناس احجمت حتى كان يوم اللي هو من ايام اللي هي العطلات الكبيره اللي ما حدش بينزل من البيت، ده ان دل على شيء يدل على ايجابيه المواطن.
يتبقى بقى ان احنا هنستكمل 1 ديسمبر علامة فارقة باذن الله هنبقى نحتفل بيه كل سنة كيوم للمستهلك المصري. انما يتبقى بعد كده عندنا لسة سوداء، عندنا هيبقى لسة بيضاء، اللي هيلتزم ويكون ان هو ملتزم، بل في القانون الجديد هنديله ما يسمى سمايلي فيس او الوجه المبتسم، يبقى شهادة يحطها التاجر الشريف العفيف اللي هو ما بيستغلش المستهلك، يحطها عنده كدعوة للمستهلك انه يشتري منه ان الراجل ده ما بيستغلش المستهلك. تمام. انا خليني من خلال برنامج حضرتك ان انا اذكر كل اللي من شارك بإيجابية، وكل من هو فعلا انحرك لأول مرة تتحرك جموع المستهلكين، ودي علامة انا بشكر كل واحد استجاب للمبادرة اللي انا اصدرتها كالمواطن مستهلك عاطف يعقوب. سيادة اللواء عاطف يعقوب بشكرك جدا، وفكرة ان يكون هناك شهادة او لزقة او قائمة سوداء وقائمة بيضاء دي فكرة هايلة جدا، وبس عقبال بس ما يبقى الإجراء ان ما يبقى واحد في القائمة السوداء وتبلغ عنه الجهات القضائية ان يكون الحساب او سريع وناجز، لان كل ما كان الحساب سريع يا ريت تتعمل دايرة خاصة لهذا الموضوع. هو في اخطر من الحكاية دي دلوقتي، لو انا عندي دايرة خاصة هتقعد سنتين ليه؟ ما هو ممسوك اهوت وعنده واخد حاجة محتكرها، هو هيقول ايه؟ جلسة 2-3 يتلب حكمه ويتنشر ويتعمل، ده هيساعد كتير على فكرة يعني. في كل الأحوال كل الشكر للسيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والمواطن عاطف يعقوب على اليوم المستهلك اللي هو أول ديسمبر، اللي هو من حق المستهلك، لأنه على فكرة بره كده بره المستهلك أقوى من أي حد اللي هو الشعب. أنا ممكن النهارده هتغلي، طب ماشي كل اللي أنت عامله، كل المنتج اللي أنت عامله ده في إيه؟ طيب في اطار بقى الحاجات اللي دي كلها، احنا كان امبارح كان في تاجر اتمسك في اجا في الدقهليه عنده 11 طن سكر في حمله امنيه. انا النهارده بقى انا كمواطن ببلغ اهوت عن في مركز المحله كفر الكماليه وكفر فياله، كفر الكماليه وكفر فياله، المنطقتين دول او كفرين دول مركز المحله، دول كلهم فيهم مناحل نحل. دلوقتي عشان تبقى حضراتكم عارفين، كان النحل اصلا هو بيطير وبيتغذى على رحيق الزهور معينه، واحسن دايما يقول لك القطفه دي بتاعت برسيم، يعني على زهره البرسيم، القطفه دي بتاعت البرتموالح اللي هي على زهور البرتقال، طبعا احسن نحل اللي هو النحل الجبلي اللي بياخد من رحيق من النباتات الطبيه الجبليه، النباتات اللي بتطلع في الجبل، وده طبعا اشهره بيبقى في اليمن وفي الجبال في المملكه العربيه السعوديه، وده الكيلو بتاعه بمبلغ كبير جدا، بس هو ده يعني يبدو والله اعلم ان هو ده اللي فيه شفاء للناس. اما النحل اللي عندنا هنا بقى اللي الناس كتير جدا بتيجي تقفل المنحل عشان النحل ما يطلعش بره، لان النحل بطبعه بيسرح وبيسرح كتير، يمشي مسافات كبيره وياخد رحيق، فعشان في رش بمواد مبيدات فبيخافوا النحل يموت، يقف على اي حاجه ياخد يموت، فبيحبسوا النحل بالمنحل ومعمول له سلك. طب النحل هيعمل ايه؟ فحاطين له ميه بسكر. ومن هنا لان هنا بياخدوا المناحل بقى بكميات كبيره بقى واستهلاك كبير بقى، دول عاملين جزء عندهم مشكله كبيره، واي واحد من الناس دي كلها عنده 100 طن و200 و150 طن والكلام ده كله. فين حته بقى؟ في كفر الكماليه وكفر فياله. هل ابلغت؟ اللهم فاشهد. وبمناسبه ده الاحتكار، بس انا هتكلم على حاجه ثانيه، على انك تلاقي دايما في ناس، وده واحد من هؤلاء الناس، رجل الاعمال عامل فرح لابنه، الف مبروك لابنك او لبنتك او لاي حد، كلها بنته عامل لها فرح، بس رجل الاعمال ده عامل فرح بنته لابن رجل الاعمال برضه، عاملينه في ايطاليا، وعاملين الفرح ده من 1-4 ديسمبر، 3 ايام 4 ايام، 1 و2 و3 و4. في طياره طلعت النهارده 130 مدعو كلها محجوزه، طياره خاصه طالعه 130 مدعو يروحوا للفرح ده. الفرح ده يعني قاعه الافراح اللي تم استئناره من 500-750 فرد، ومطربين بقى مصريين وعالميين والكلام ده كله، فرح هيكلف من 2-3 مليون دولار. يعني انا ما اعرفش
هل المشكله على فكره ايه بقى؟ المشكله ان بالذات رجل الاعمال ده واحد من اللي هم يتكلمون عن العداله الاجتماعيه، ودايما في الاطار الستار المزايده بالشعارات التي تتكلم عن الفقراء وعن المطحونين وعن المتبهدلين. طب يا اخي في ظروف بلد زي دي، ما هو في موائمه، والوطنيه الحقيقيه وظروف الموقف يعني تفرض نفسها، ان في حاجه زي ديت يا اخي ده اللي ده احنا في مثل يقول لك اللي عوزه بيتك يحرم على الجامع، ده اللي عوزه بلدك يا اخي تحرم على اي حاجه. ما هو يعني لو اتعمل الفرح هنا او في هنا او الكلام ده كله، انما ده يعني سهله كده ان يتصرف 2 مليون دولار 3 مليون دولار اكتر اقل مش عارف ايه الكلام ده كله، حاجات غريبه. انت فلوسك كنت حر فيها، تمام، جبتها ازاي بقى الله اعلم، ربنا وربنا يبارك لك فيها، بس ما اعتقدش ان ربنا هيبارك لما يبقى فيه ان انا اصرف في غير المكان، وان انا اعمل ده لان احنا في الوقت ده كله، ما هي دي بلدنا. ما هو رجال الاعمال واخدين موقف من ساعه الرئيس السيسي ما جه لسبب انا ما اعرفوش الحقيقه، انما هو ما عرفش، انما في كل الاحوال هم ما وقفوش مع رئيس الجمهوريه. وانا مش طبعا انا مش يعني مش انا اللي بقى 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 بدافع، لا انا بتكلم على موقف، ودليل على الارض ان المشروعات وقفت في حاجات كتيره جدا، وفي ناس جمدت حاجه، وفي ناس ابتدت تشتغل بره في اليونان وفي قبرص وكده وحاجات من ديت. الله، وانت لما تاخدوا موقف ده هو رب الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقكم بيه. انتوا رزقكم بيه منين؟ من مصر ومن المصريين. يعني انت اي بتشتغل هنا من مصر ومصريين. هتقول لي انا اصل انا لا ده انا بعمل حاجات ومنتج وببيعه بره، المنتج ده اللي اشتغل على ارض مصريه واللي اتعمل بايادي مصريه واللي تعب فيه ايادي مصريه، انت صاحب مال. انما الحكايه كلها وصاحب مال وخدت اراضي كتيره الله اعلم خدتها ازاي يعني، تمام. فانت حتى فربنا ادالك تمام، بس لما تبقى البلد ويبقى الدولار في البلد محتاج ده كده، واروح انا اعمل فرح اكلفه 3 مليون دولار بره. طيب على الاقل بقى ما تتكلموش انتوا بقى، ما حدش منكم يتكلم تاني على العداله الاجتماعيه، ما حدش يتكلم على، ما حدش يزايد على الناس، ما حدش في الجرايد يطلع عمل تصريحاته في الاعلام والكلام ده كله يزايد على مشاعر الناس، لانك انت بتزايد عليهم وانت اول واحد لا علاقه لك لا بعداله اجتماعيه ولا لك علاقه بمواءمه ولا لك حتى يا اخي اي حاجه تجاه هذا الوطن. هي الوطنيه ايه؟ شعارات وكلام ومواقف وسجار وقعده كده. لا الوطنيه مش كده، الوطنيه افعال على الارض، مواقف على الارض، حاجات بتتعمل على ارض الواقع، هي دي الوطنيه. انك انت انما هي الوطنيه ان انا اقول انا وطني وشعار، لا مش كده، انما شعار على الارض يعني انك انت كل عمل بتقوم بيه بيكون هو ترجمه حقيقيه للي بتقوله. انما نرفع احنا شعارات العداله الاجتماعيه، ما عرف العداله الاجتماعيه دي مرفوعه من ايام مبادئ ثوره يوليو 6 في 52. اول تطبيق فعلي للعداله الاجتماعيه ما تمش الا في 2016. شوف بعد كام سنه بقى من 52، 2016 لما الدوله او الحكومه او المشروع او الرئيس السيسي تحديدا لما كان انحاز لهذا الكلام، وانحيازه لم يكن شعارات ولا بقين كلام اتقالوا، انما انحيازا كان على الارض، وشفناه في حي الاسمرات، شفنا شقق ناس بتتاخد اللي هم ساكنين، مش ساكنين اللي هم ما اعرفش اسميها ايه، انما اللي هم قاعدين في اماكن ما اقدرش اقول ساكن، الساكن دي لازم تكون في يعني في مكان فيه جدران وسقف وحوائط وارض، وده ما فيش، دول قاعدين في حتت اللي هي الاشد خطوره، في حرف جبل، في حرف مش عارف ايه، كان في الحته اللي عند جبل المقطم دي في ظهر عند مشيط نصر وهكذا، في اماكن اشد خطوره، دول اتنقلوا لعمارات يعني يا ريت ابو العيله هتلاقي عندك اكيد بتاع حي الاسمرات، عمارات متشطبه، ملاعب موجوده، البيت معمول، المفروش، البيت مفروش، كل الحاجات دي معموله، هي دي العداله الاجتماعيه. يبقى النهارده ان انا فعلا مواطن واديته الشقه ديت ما خدتش منه لا ابيض ولا اسود، عملت له وفرشت له البيت، وهي دي العداله الاجتماعيه. انما نزايد بالناس ونتكلم في الناس وانا عايش ده، لا ما ينفعش.
وعلى فكره الناس بقت عارفه الكلام ده كله. ما ده عامل زي ناس كتير بتطلع في البرامج وبيتكلموا على حاجات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وهو في حقيقه الامر هو منفصل يعني. ما انت دي حي الاسمرات، دي العداله الاجتماعيه، وبعديها اتعملت في غيط العنب في اسكندريه بعديها بثلاث اشهر اربع اشهر، ده حي الاسمرات، هي دي العداله الاجتماعيه، هو دي الشعارات اللي قعدنا 70 75 سنه رافعين الشعار ده، كل واحد بقى من الثوار والنخبه وكل كل ما كلموا العداله الاجتماعيه، عيش حريه عداله اجتماعيه، ما هي دي العداله الاجتماعيه. لما اتعملت والله ما حد جاب السيره ولا نطقوا بيها ولا اتكلموا. تخيلوا بقى دول الناس اللي سكنت هنا، اللي هو كان بقى قاعد ايه، قاعد نصه في الطل ونصه التاني مستخبي في جحر ولا في اي حاجه، في اي حاجه في اي موضوع. هي دي العداله الاجتماعيه، وده اللي اتعمل. ودي اتعملت منين؟ من 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 صبح على مصر، من الفلوس بتاعه تحيا مصر. ولما اتقال كده صبح على مصر ايه، ما خلصش من الـ من الـ من الناس الرئيس. فانا عايز اقول بقى لرجال الاعمال اللي هم واخدين مدين ظهرهم لمصر، مش كل رجال الاعمال في مصر، انما الغالبيه عاملين كده، وقفوا استثمارات وقفوا حاجات ومش عارف ايه الكلام ده. انا ما اعرفش ليه الحقيقه، او ما عنديش درايه ايه الكلام ده كله، انما انا اعرف ان في وقت ده حتى الاخر لو لم تتفق او لم تكن انت يعني لازم تبقى، هل ان النهارده انت عشان ما كنتش قريب للسلطه زي ما كنت في الايام العهد ايام الرئيس مبارك مثلا، مش عارف، هل مش عارف، وانت المساله مرتبطه بدي يا اخي، ده انت بتعامل ربنا في كل الاحوال يا اخي. يا اخي النهارده ان انا راجل الاعمال اللي هو عنده مشروع او مشروعات وعنده حاجات كتيره بصانع او ما شابه، من مصلحته ان هو جزء من ارباحه يعمل فيها تنميه في المجتمع ده، ده من مصلحته، ده تامين لامواله هو، لانك انت جزء من ده جزء من ده. الله يرحمك عثمان احمد عثمان، المهندس عثمان احمد عثمان اللي عمل المقاولين العرب. عثمان احمد عثمان لما عمل المقاولين العرب والدوله خدت منه، لما الدوله اخذت الشركه اللي هي ديت وتاخدت بقى قطاع عام، او كانت ساعتها كان اللي بيشتغل في الشركه 100,000 واحد في عثمان احمد عثمان وفروع احمد عثمان في الداخل وفي الخارج، وعندهم 100,000 واحد وكل واحد عنده اسره، يعني بنتكلم ان هو في نص مليون واحد عايشين من هذا العمل. شفت راجل الاعمال فاتح بيوت نص مليون، ده مش بس كده، ده في 100,000 الناس اللي بيتعاملوا مع شركه بالحجم ده، بيبقى المقاولين بقى اللي بيتعاملوا مقاولين وموردين ومش عارف ايه والكلام ده كله، حوالي 100,000، نص مليون تاني. فتكتشف ان واحد زي عثمان احمد عثمان كان هو شايل مليون مواطن، يعني من الشغل ده اتفتح ابواب رزق وناس عايشه واسر لمليون شخص، اللي هم 200,000 واحد بيشتغلوا دول. لو كل راجل الاعمال عمل نص ده، وعندنا 20 25 30 واحد ربنا سبحانه وتعالى اداهم ويعني ورزقهم ورزق رزق كبير، بس ما اتعملش ده للاسف، لان احنا لو كان اتعمل ده كانش فيه مشكله في البلد دلوقتي، ما كانش فيه تبقى مشكله في البلد دلوقتي. في ناس كتير عملت مشروعات، اللي بيعمل مشروع اللي هو يكسب قد ايه وما يفيدش باي حاجه، يعني هو يكسب اكبر مبالغ بيكسبها واقل فايده تعود للمجتمع او للبلد ما فيش. على اي حال يعني ايه، كل واحد بتفكيره، انما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك وبيبارك لك في رزقك، انما هيحاسبك صرفت فلوسك دي فين؟ عملت بيها فرح ب 3 مليون دولار؟ في الوقت اللي فيه البلد الدولار بيبقى وصل 18 جنيه وكذا وكذا وكذا، حرام عليك يا اخي. استاذه هبه هاني بتقول لي فعلا يا استاذ ابراهيم حضرتك قلت كلمه حق، حسيت ان لسه في اخلاق واحساس في البلد، اللي فعلا الميديا شوهت صورتها، ولما بنعترض بنقابل بردود مستفزه بانهم بيأدوا رساله ايه اللي بيوصلوها في صوره العري والبلطجه وتشويه صور صوره المصريين. عايز اقول للاستاذه هبه يعني انا بعتقد اللي انا بقوله، انا بعتقد بقول ان انا ما هو معتقد بيه. وعلى فكره ساعات الاوله ديت بتكلف الانسان اللي هو بيبقى عنده دواء، الاوله ديت قلتها مش بس في لا انا من 25 سنه او اكتر في المقالات بتاع خارج دائره الضوء في الاهرام كل يوم جمعه،
ما عدا الثلاث سنين من ساعه الاخوان ما مسكوا، لما ابعدت عن هذا المكان، والحمد لله رجعت تاني اكتب ده او النافذه دي. لا، في بسبب الحاجات دي كلها. يعني انا الاستاذ ياسر رزق وهو رئيس لتحرير مصر اليوم طلب مني وفي حضور صديق مشترك وان انا اكتب. قلت له يا ياسر انا عشان اكتب في مصر اليوم الوقت اللي كان الاخوان فيه منعين. يا ياسر طب اتاكد. المهم قال لي لا انا عارف ومش عارف فيه. 15 يوم وجاءت التعليمات بايقاف المقال فورا. ليه؟ عشان ايه؟ لان انا بؤمن زي ملايين المصريين بالوطنيه المصريه، وانا بؤمن ان جيش مصر ده المساس بجيش مصر ده يعني انا جريمه كبرى. جيش مصر الكيان، وانا بؤمن ان الانتماء والوطن والحدود وكذا، فده مش مطلوب. ف 15 مقاله وما في 16 ما طلعش. كانت اخر مقاله انا فاكرها لما الا خط القناه اظن، كان لما الدكتور محمد مرسي عمل بتاع ده حظر تجول، فقلت له الا خط القناه، كتبت المقاله كان عنوانها كده، وحضراتكم تقدروا موجوده المقالات خارج دائره الضوء على هتلاقوها وهتشوفوا المقال. فساعات انت الاراء بتاعتك اللي انت مؤمن بيها، بس طالما انت مؤمن باراء قولها، لان انا رزقي ورزقكم على الله، يعني ارزقنا كلنا على الله. هيحصل ايه؟ انما في مره في في في, في الكثير من الظروف هتعاقب او مش هتعاقب، هيأذوك حد، هيبقى اذيه كده، وبرضه مش حدش هيقدر يأذيك الا بامر ربنا، انما مش هتسلم من الناس. بس لابد ان الواحد يقول ده ويتمسك ان يقول ده. انا بقول انا بعتقد انه صحيح، وبقول اللي بعتقد انه مصلحه بلدي دلوقتي في مصلحه ما تستحملش ان اي حد يهين. انا في البرنامج في دائره الضوء ده من يوم ما اتعمل ده كنت حريص على ان البلد مش مستحمله. ما في حاجات عندنا السلبيات كتيره جدا، وما شاء الله في ناس ماسكه سجاته بتشغله عليه. انا طب ما في المقابل في ايجابيات كتيره جدا بتتعمل. طب ما تيجي بس نحيي الامل ونبقي على الامل ونبقي على 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 شعاع الضوء ده، نبقي على الضوء اللي من بعيد ده في الامل ده في الحاجات، ونعمل ده والايجابيات دي نقولها ونعمل ده. كنت حريص ان انا اكون ده، وحريص ان اعمل ده، وحريص حتى هذه اللحظه ان اعمل ده. انما هل ده بيعني بكل الناس؟ هل ده هيعني بكل؟ لا ما اعتقدش. هل مثلا ان ده لا انت اللي انا بقوله ممكن بيعجبك يا استاذه هبه بتقول رايك ده، انما في ناس ثانيه هيبقى رايها لا، هو ده هيكلمني في وطنيه. ما في ناس ما يهمهاش الوطنيه، وفي ناس يهمها ان في المكان ده يبقى المكان ان انا جايب اتنين بيضربوا بعض او بيتخانقوا بعض او كل يوم بفجر مشكله او كل يوم جايب حاجه سلبيه. ما عندنا سلبيات من هنا لاخر الدنيا، ما هي سلبيات بقى لها 60 سنه تراكمات، والدوله حريصه. طب لما يبقى في محاولات اصلاح لما هل عيب ان احنا نعملها؟ يبدو انا شخصيا انا بقيت مقتنع بده دلوقتي، يبدو انك انت لما تبقى انت تبقى حريص على انك انت تنحاز لكل ما هو وطني وتنحاز لكل ما هو انك ايجابي وتنحاز، لا يبدو ان ده غلط، او يبدو ان ده في ناس بتعتبر ان ده غلط. معلش الاستاذ عماد بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعد التحية، عندي بحث بتطوير الكمائن الثابتة في سيناء بحيث تكون مؤمنة تماما وتحافظ على أرواح جنودنا، فهو كمين شديد التأمين، فأنا أعلم أنك حريص على الوطن مثلي تماما، فأرجو مساعدتي لإيصال هذا البحث للقوات المسلحة. يا ريت يا أستاذ عماد خلي زملائي حد من زملائي يحاول يجيب تليفونك وأعمل اتصال وهجيب لك ميعاد من أي حتة. ومسألة انك هتقول لي كفاية بقى حكاية ان حد كل ما حد يكلمني الوطنية ووطني كفاية اللي حصل لي بقى. الأستاذ محمد أبو ناصر بيقول لي شكرا لحضرتك على استضافة المقاتل حسني سلامة في معركة راس العش، ربنا يكرمك ويكرمه، خلي الأجيال تشوف وتعرف ما حدث. طبعا الموضوع ده كان من زمان، ما أعرفش الأستاذ محمد إيه اللي فكره بالموضوع ده. وحسني سلامة ده واحد كان مساعد في قوات الصاعقة، بس وحش حسن سلامة ده وحش أسد. دول كان أقدم، يعني كان هو كان في ملازم أول وكان هو أقدم رتبة في 30 راجل اللي هم عملوا أسطورة اسمها كمين العش. 30 راجل وقفوا قدام طابور مدرع
زي ما بقول دايما ليه اول وملوش اخر. 30 واحد من مقاتلي الصاعقه او فدائيين الصاعقه، وحسن سلامه كان ساعتها هو كان ماسك رشاش، قدروا عملوا مذبحه. شوف طابور المدرع ده استشهد ب 30 واحد، ما استشهد منهم بس ما قدروش يعدوا ولا يخطوا الكمين بمتر، ولا قدروا ينفذوا المهمه اللي كانت احتلال بور فؤاد، ولا قدروا انهم ينتصروا على الجيش المصري. والكلام ده امتى؟ بعد اسبوعين من 67، من يونيو 67 او ثلاث اسابيع، كانت واحد يوليو، واحد يوليو 67. ما قدروش، لان هو ده المقاتل المصري. ربنا يديك الصحه يا عم حسني، شخصيه جميله جدا يعني، مقاتلين الصاعقه. وطبعا الصاعقه والقوات الخاصه والمظلات، انا شخصيا يعني لان انا عشت في الصين 8 سنين في فتره استنزاف والحرب والكلام ده كله، فطبعا ضعيف جدا اتجاه كل من هو ضعيف جدا اتجاه انشاص. يعني انا لما بتيجي الظروف ببقى ماشي في طريق بالبيس، طبعا الطريق اتغير واختلف. كان زمان لما بننزل عشان نقفز نروح مطار المازا، كان الطريق ده مفيش، يا دوبك لو عربيتين مقابلين بعض تبقى بالعافيه. ولما يبقى فيه هوا زي النهارده ده الطريق بيتقفل، لان الرمله بتقفل. الحته دي كان فيها كثبان رمليه في مدخل القاهره عند ابو زعبل كده، في كثبان رمليه اللي هي الرمله الناعمه جدا دي بتطير، كان الطريق بيتقفل بتردم ما تشوفوش الاسفلت، ما تشوفوش، هو اصلا ضيق قد كده وكان بيتغطى بالرمل. اما بفوت من هناك دايما طبعا قلبي بيتخلع كله. عشت 8 سنين في وسط، لان ده مش يعني مش مصنع، لا ده مصنع الوحوش في انشاص ده. ابو محمد سعيد بيقول لي انا بفتخر بحضرتك جدا يا استاذ ابراهيم، ربنا يبارك فيك وربنا يحفظك وبشكرك يا سيدي. الاستاذه صفا حمزه بتقول استاذ ابراهيم دلوقتي كل ما الدوله تاخد قرار يطلع لنا اصحاب المصالح ويقعدوا يقولوا لنا ان القرارات دي غلط وهتضيع البلد، واحنا مش بقالش عارفين مين الصح ومين الغلط، ولو هي غلط ليه الحكومه بتاخدها؟ نرجو الافاده وشكرا. حاجات كتيره، وكان في حد كلمني امبارح يا رب يتصل النهارده، كان بيتكلم على 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 موضوع قرار الحكومه ان هي تشيل الضرائب او الجمارك على الفراخ المستورده. طبعا القرار ده كان انا في رايي انا يا جماعه ما تاخدوش اي حاجه، هو طبعا قرار عليه كلام كتير جدا. احنا في مصر في القاهره هنا، تعالوا شوفوا المزارع اللي عندنا في 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 في, في مصر هنا بتطلع الفراخ بكام. يا ريت حتى يا جماعه مايا ولا حد تشوفوا لنا حد من جمعيه عربي تسالوا لنا الفرخه بتطلع، لان الفرخه بتطلع اظن مش عارف الساعه. طيب فشوفوا لنا ده كده. بس انا معايا بقى الاستاذ وحيد البطران، وفاكرين امبارح انا كنت اتكلمت على الاستماره والحقيقه ما كانش في وقت ولا حاجه دي. فالاستاذ وحيد البطران هو صاحب فكره ان الدوله نرجع تعمل نعمل تاني زي زمان الاستماره التي تعطى لموظفين الدوله 7 مليون وممكن للقطاع الخاص كمان يجي 6 7 مليون، يعني 15 مليون لو انا عملت استماره ب 1000 جنيه. يعني ايه استماره؟ كان زمان بيدوا الموظف استماره بمبلغ مالي يشتري بيها في دخلة المدارس لبس الأولاد والكلام ده كله، وبيقسطوا اللبس ده لفترة زمنية. الفكرة دي لو عملناها دلوقتي ده فكرة عبقرية. ليه؟ لأن أنا لو افترضت إن حد استمارة بألف جنيه، لو افترضت مثلا ألف جنيه بخمستاشر مليون، يعني احنا بنتكلم في مليار ونص. فتخيلوا النهاردة أن بس تبقى كلها إيه؟ بضاعة مصري، تبقى كلها المنتج مصري، وتبقى معمول لما تحدد فيها المحلات ومنتج مصري. فأي أب ولا أي أسرة أو أي شاب يعني أي حد بيشتغل وبياخد ده هيشتري، وممكن تتقسط، وممكن عشان ما حدش يقول لي طب والأقساط هتدعم، لا ما لا بنك ولا حاجة، ممكن الشركات ديت هي تتقسط المبلغ ده، ممكن الشركات كانها باعت بالأجل. بس أنا حركت السوق بقد إيه؟ أنا اشتريت منتج مصري بمليار ونص جنيه، وممكن نعمل دي في دخلة الصيف وفي دخلة الشتاء. فده دي حرك السوق في كل حاجه. انا معايا الاستاذ وحيد البطران على التليفون. مساء الخير يا استاذ وحيد. مساء الخير استاذ ابراهيم، تحياتي يا فندم. الله يخليك. يعني انا دي كانت الفكره، ارجو ان اكون طرحتها او انا قلتها زي ما حضرتك كنت تفكر فيها. وممكن ايوه يا فندم، مفيش تدخل للبنوك يا استاذ ابراهيم. هو اللي هيحصل ان موظفين الحكومه بيخصم منهم من المنبع القسط، مش محتاجين بنوك حتى خالص. لا ما هو عشان المبلغ انا بشتري ب 1000 جنيه، ال 1000 جنيه ده
الشركه او المصنع او المنتج. انا اشتريت مثلا منتج بتاع 3 مصانع في الألف جنيه، الفلوس مين اللي هيدفعها؟ هو ده الفكره، مين اللي هيدفع حضرتك بيبقى موجود في الاستماره انه اشترى منين ومنين ومنين. والكلام ده معروف في الوزاره اللي هو منها الموظف، فهي الوزاره اللي بتخصم من المنبع لما بيجي يقبض، وتورد على طول وبتورد للشركات. يعني احنا هنشتري بالاجل، يعني الحكومه هتشتري بالاجل من المحلات، بس انا حركت السوق كله بالزبط. بمليار ونص 2 مليار جنيه بالظبط يا استاذ ابراهيم. بس الفكره كان القصد منها في المقام الاول شركه المحله للغزل والنسيج، وانا كنت طلبت من حضرتك اسال الاسطوات القدام يا اولاد لو طلبنا نشغل المكن على حالته وهو على الارض دلوقتي 3 ورق دي هيشتغل ولا لا؟ انا بقول لحضرتك هيشتغل، وهيشغل معاه مئات المصانع بتاعت الغاز اللي واقفه، وهنشغل شركه باتا بتاعت الاحذيه، والاف الورش الصغيره جدا بتاعت الاحذيه اللي قفلت بسبب استيراد الاحذيه من الصين، وتكون شركه باتا هي اللي تحفظ الكواليتي، هي اللي تضمن الكواليتي. ندي بقى لطلبة المدارس، تلاميذ المدارس بتوع الابتدائي وبتوع الاعدادي تتعمل حاجة جيدة، يعني عمرها يبقى 3 سنين و4 سنين، وبأسعار تكون في متناول المواطن العادي. يا استاذ انت عارف يا استاذ وحيد، انا من ثلاث اشهر او 4 اشهر كده، ايوه فندم، كان النادي الاهلي كان عامل عقد مع شركة اعتقد سعودية، ايوه، علشان تعمل له الملابس بتاعت الملابس. فانا اكتشفت يعني بالصدفه ان هم بيصنعوا فانيله النادي الاهلي الشركه السعوديه في تركيا. فالحقيقه انا اتضايقت، فابتديت اتصل يعني كان ليا حد صديق اعرفه من اللي هم شغالين بيعملوا حاجات للخارج، اللي هم بيجيبوا الماركات العالميه وبيصنعوها في مصر، الماركات العالميه بتصنع في مصر، فهو كان من واحد من المصانع الماركات الشهيرة اللي معروفة اللي الشباب بيشتريها والكبار بيشتروها، ماركات الشهيرة اللي هي التيشيرتات والحاجات دي. فقلت له هو انتوا التيشيرت اللي بتعمله ده ايه الشروط؟ قال لي لا، احنا هما بيشترطوا خامة معينة وقصة معينة، ويعني بيشترط مواصفات معينة في الصناعة. قلت له طب التيشيرت دي بتتباع بكام؟ قال لي احنا بنبيعها ب$4، بنوردها ب$4. قلت له اللي هي كنا اللي احنا بنشتريها، اللي انا بشتري منها وغيري ب700 وب800 جنيه هنا التيشيرت دي يعني سافرت هناك ورجعت لنا ب800 جنيه. قلت له طيب، قلت له سؤالي الثاني، لو انا طلبت منك انك تعمل لي نفس البتاعه دي بس ما تحطش الماركه عليها، ويا ريت يا ابو العيله تحط لنا العلامه اللي لو عندك، يعني بلاش تحط الماركه عليها، الماركه بتاعت الشركه دي، وهنعمل احنا لوجو مصري تاني. وعملنا لوجو حلو جدا، عمله الدكتور محمد الهادي، لوجو ينفع دلوقتي اللي هو يتحط على اي حاجه نعرف ان دي صناعه مصريه. إيه حضرتك اللي انا عملته زي الحرف الاي ده؟ ايوه اللي هو ده. فالنهارده فاكتشفت ان احنا نقدر النهارده هيعمل لنا التيشيرت ديت بحوالي 75 جنيه. التيشيرت اللي هو لو راح يشتريها من السوق هي الخامه بس عليها الاي بدل الماركه بدل العالميه، بدل التريد مارك الاجنبي. بنتكلم في 65-70 جنيه. من هنا بقى انا بقول بقى لما يتعمل بقى معرض بالاستماره اللي حضرتك قلت عليها ديت، يبقى انا النهارده اي شاب النهارده في الجامعه او في المدرسه النهارده هيقدر يبقى، لو نعمل للمدارس كمان او نعمل لها نظام يعني بحيث الطالب يقدر هيعمل. وبرضه طلع سالت فلقيت الجنس اللي بيروح في امريكا الماركات الشهيره جدا ديت بتصنع في مصر، كله في مصر، فانا ما اقدر نعمل التوليفه ديت ونقدر. بس فكره الاستماره اللي حضرتك قلتها فكره عبقريه، لان احنا هنقدر نحرك السوق في 3 مليار و4 مليار لو اتحرك السوق، لو السوق تم شراء فيه تداول فيه 4 مليار جنيه يا جماعه، ده الدنيا تبقى كله هيشتغل، كله ربنا هيكرمه. والمقصود يا استاذ ابراهيم بقى، اول حاجه احنا عايزين نرطب على صدور الناس يا استاذ ابراهيم شويه في وسط اللي احنا فيه ده. تمام احنا فعلا محتاجين نرطب صدور الناس. نعم ويا ريت الناس المسؤوله تاخد الفكره دي بقى وهي تبلورها وتعملها وما يتاخروش. يعني احنا قلنا اهوت وقعدنا نتكلم ده ومش عارف هنعمل، انما ربنا يصلح الاحوال يعني ان شاء الله. استاذ وحيد بشكر حضرتك. ما تنساش والنبي يا استاذ ابراهيم افندم، ما تنساش تسال الجماعه بتوع انا هبعت واسال، بس رب يعني ربنا يصلح الاحوال على اي حال. حب والله لا ابعت واعمل هذا الكلام،
بس ربنا يدينا العمر والوقت الحق اعمله في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. دي كانت الفكره بتاعت الاستثمارات، ودي فكره انا شايفها ان فكره عبقريه. طبعا عندنا افكار كتيره جدا تقدر الفكره الاستاذ وحيد ده طبعا البطران بيتكلم فيها، على اللي كان بيتكلم بيقول لي اسال بتوع المحله ليه؟ لان انا النهارده شركه المحله لما هتشتغل كل مصانع النسيج هتشتغل وراها. ما هو المشكله ان احنا عندنا ناس ما زالوا مولودين في اماكن كثيره في مصر يبدو ان هم مش عاجبهم اللي بيحصل ده، او في حاجه بيعطله. طب اذا كان الاستاذ وحيد بطرب بيتكلم في حاجه وواثق منها، وانا هبعت فعلا والله زملائي نعمل تقرير من هناك، فتكتشف لان شركه المحله، شركه المحله ده حاجه كبيره جدا، دي حاجه المفروض ان الشركه دي حاجه من الحاجات اللي نفخر بيها، ده قلعه فعلا صناعيه. فلما يبقى عندك القلعه دي وما تشتغلش 24 ساعه في 24 ساعه يبقى عندك حاجه غلط، لان هي لما تشتغل 24 ساعه في مصانع كتير هتشتغل عليها. طب ما بتشغلهاش ليه؟ يقول لك اصل المكنه، لا في ناس مش عايزه الدنيا تمشي، وفي ناس بتعمل ده يا اما انها كارهه نفسها وكارهه البلد وكارهه، يا اما في ناس بتعمل ده عشان مصالح ماديه، وفي الاثنين الاثنين عايزين الحرق الحقيقه. الاستاذ هاني هندي بيقول لي ارحموا ساكن الايجار القديم وبلاش ترموه في الشارع، حطوا نفسكم مكان السكان، ترضوا انكم تطردوا من بيوتكم. وهاني طبعا يظهر حد بيتكلم على الصفحه. وبعدين هاني مصطفى بيقول تسقط قوانين الايجارات القديمه، وفؤاد بيقول برضو لا لقانون الايجار القديم. انا بس عايز اتكلم في قانون الايجار، عايز بس ارد على الاستاذ هندي. ما حدش قال ان حد يستحق الشقة اللي هو قاعد فيها في الإيجار القديم حد هيرميه في الشارع، ما حدش قال كده، ولا أهالينا اللي هم أصحاب البيوت دي كلها. إنما أنا عايز بقى أصلح الأستاذ هندي حاجة بس، أو أوضح الأستاذ هندي حاجة، عايز أقول له فيما يخص قانون الإيجارات. أصل الموضوع ده أنا ذاكرته كويس قوي، لأن كنت عامل حملة في الأهرام عليها، وراجع إن شاء الله هكتبها تاني الأهرام، هبتدي الكتابة تاني في هذا الموضوع، فذاكرته كويس قوي. في مصر عندنا في الإيجار القديم عندنا أربع حالات في موضوع الإيجار. إيه الإيجار القديم؟ الدولة خدت قرار زمان بتحديد سعر الشقة، مع إن حكاية الإيجار والكلام ده كله اتعملت في وقت معين بغرض معين إنها بتحكم حاجة، بس ما حدش خد في اعتباره إن القرار ده هيعمل كوارث فيما بعد، لأنك أنت سبته فأصبحت أنا عندي عمارة وبنتها وأجرت الشقة لحضرتك وأجرت، انت اجرت من الشقه فخلاص بقت انت اللي راكبها. وبعدين القانون ابتدى ينزل في الايجار، فبقت ايجار الشقه 10 جنيه 5 جنيه، مع ان يعني كانت الايجار العلاقات ما بين المستاجر والمالك علاقه عظيمه جدا، وكان الناس اللي عند اي حد عنده فائض فلوس كان هو بيساهم بيعمل عمارات ويأجر، فكانوا كان قطاع كبير جدا، بالدليل ان قعدت مصر فتره طويله جدا ان اي حد كان بيكسل يبيض الشقه يروح يأجر شقه تانية ويسيبها، كان في شقه وكان في شقه للايجار والكلام ده كله. اما اتعمل القانون ده بقى ابتدت الناس تحرم، فبدات ازمه السكن. كان قرار الحقيقه وكيل والزراعه والري. طيب انا هسيب الكلام في الموضوع بتاع الايجارات ده، بس معايا الاستاذ السيد حسن وكيل لجنه الزراعه والري في مجلس النواب، وهو واحد من اللي عندهم في قرأة في عرابي، اللي هي يعني انا بعتقد ان هي ده اقرب تجمع زراعي موجود للعاصمه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا ابراهيم بيه. انا كنت بتكلم لان في كان حاجه صدر او الحكومه بتفكر انها تشيل الضرايب عن الفراخ المستورده عشان زي ما بيقولوا السعر يعني تقلل الاسعار. لا هو رفع الجمارك عن الدواجن المجمده المستورده. واحنا في الحقيقه كمنتجين لا انا عايز الاول بس عشان الساده المشاهدين لان انا حسي اتنبح على ضربت امثله كتيره من جمعيه اعمال ضرابي باعتبارها اكبر منتج زراعي للقاهره 5 6 كيلو من مصر الجديده يعني.
الفرخه الفرخه من من عند سيادتك بتطلع بكام؟ الفرخه بتطلع من المزرعه ب 16 جنيه الكيلو صاحي. بكام يا فندم؟ 16 جنيه. 16 جنيه. طيب النقل حصتها في النقل قد ايه يا فندم؟ يعني المفروض ان هي توصل للمستهلك يعني اقصى حاجه 18 جنيه. للاسف الشديد التجار والوسطاء بيبيعوها ب 22 و21. لا ده دلوقتي يا فندم 21 ايه؟ ده احنا بنتكلم في 29 دلوقتي. لا انت بتتكلم عن فرخه كامله مش صاحيه، فرخه مذبوحه. انا دلوقتي بس تعال بس نمشي مع بعض بالراحه. انا لما حضرتك بتطلع الكيلو، الكيلو صافي مش قايم. لا انا ما طلعش الكيلو صافي، انا طلع الكيلو صاحي. صاحي طيب خلاص. طيب طيب الكيلو صاحي ده لما انا لما ب 16 جنيه الكيلو صاحي ده يمثل قد ايه لو انا حسبته صافي؟ لو حسبته لو حسبته صافي يطلع ب 25 جنيه. الكيلو يطلع بكام يا فندم؟ 25 جنيه. بتضرب 16 جنيه في 1.5 تقريبا. يبقى يعني 25 24 25 اقصى حاجه 25. طيب 25 جنيه. يعني انا يعني معنى كده النهارده او لو انا بلاش نعمل كده، انا بتكلم ان الفرخه طالعه من عند حضرتك وحواديها المجزر، المجزر لو قلنا المجزر هياخد جنيه، ولو قلنا النقل بتاعها مصاريفه مش عارف ايه على الفرخه، طبعا مش هتكلف جنيه الفرخه لان العربيه بتبقى شايله ايدي 500 بس. خدت بال حضرتك؟ ففي مبالغ، انما في الاول وفي الاخر لو احنا المساله ان الكيلو الصاحي اللي عند حضرتك بيتباع لو 16 هو بيتباع في السوق ب 25 او 24 او كلام. ايوه هو صاحي، بس الصاحي ده لما بتيجي تحوله الفرخه يديك 70% 72%. فهو ده النسبه اللي انا بسالك عليها، عارف فن الزراعه. لو عايز تعرف المنتج النهائي اضرب 1.4 في 1.5. طيب بلاش 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 البيض من عندكم، البيضه بتاعه البيض الكرتونه 30 بيضه وزنها حوالي كيلو 700 كيلو 800 جرام ب 22 جنيه. طب ده بتطلع من عند سيادتك ب 22؟ عشان عندنا انتاج ضخم في عرابي، عندنا يزيد عن 250 مليون بيضه في السنه. طيب ال 22 جنيه ديت المسالك بيشتريها بكام؟ لا في اماكن ب 25 واماكن ب 26 لغايه 28 و30 على حسب المناطق اللي بتباع فيها البيض. يعني بتلاقيها في الزمالك في 28. طيب انا النهارده طيب لو النهارده رفعوا الجمارك عن المنتج النهارده مش هياثر عليك كمنتج انت وكواحد تشتغل في السوق هنا؟ ما انا جيت اقول لحضرتك احنا لسه كنا مع رئيس الوزراء النهارده الساعه 3 وخلصنا معاه كل المواضيع دي، والتزمنا كاتحاد منتجي دواجن واعضاء معانا من مجلس النواب ان احنا عندنا فائض، فازاي نستورد ونستهلك عمله صعبه لمصلحه مين؟ فهو اقتنع رئيس الوزراء مشكورا، ويعني وعد ان خلال 48 ساعه تتحل المشكله دي طالما ان احنا هنوفر له اللي هو عايزه. طب ما انا عايز اقول لسيادتك على حاجه. انت عارف ان التسويق مشكله كبيره، التسويق وعشان كده مشكلتنا في التسويق يا فندم. ما انا اتكلم. طيب ما هو ده اللي انا عايز اوصل مع حضرتك عليه بقى دلوقتي. اتفضل. لان النهارده انت بتطلعوا حوالي ربع مليار بيضه في السنه، تمام؟ وانا النهارده لو انا سوقت النهارده بحيث النهارده يا اما انا نعمل منفذ بيع قدام يعني انا النهارده بالمشاركه مع مثلا الداخليه عامله حاجه منافس بيع اسمها امان مثلا، القوات المسلحه عامله منافس بيع. لو افترضنا ان الداخليه اللي عامله امان ديت النهارده راح عامل منفذ للبيع قدام عرابي او قدام ثلاث اربع حت، يعمل قدام معسكرات الامن المركزي اللي هي محيطه بالعاصمه دي كلها منافس بيع، وهياخد ويعمل حسابه انه مكسبه يبقى بسيط قد النقل والكلام ده، ما يبقاش المساله منها هي تجاره وشطاره، لا هيبقى المساله ان انا بحافظ على الاسعار في البلد. النهارده السعر بتاع البيض اللي حضرتك بتقول بيه، لا ده في حتت كتيره جدا الكرتونه البيض ده بلوى سودا بتبقى زادت اكتر من 10 جنيه و12 جنيه و13 جنيه. تمام؟ لو انا عندي منافس بيع للبيض، لو عندي منافس بيع للحاجات الفاكهه اللي بتطلعوها انتوا، انا فاكر كان اللي هو كمال براوي قال لي ان الماده بتتباع عندكم من على الارض من عندك بتتباع ب 6 جنيه و7 جنيه، في السوق المستهلك بياخدها ب 23. في يا فندم حل، الحل دلوقتي احنا عايزين نعمل منافذ
او نعمل فكره الاسواق تاني. يا ريت تتكلموا في هذا كاتحاد منتجين، فكره السوق اللي كان بتعمل عندنا في الفلاحين، لان ده موجود في كل اوروبا. السوق يبقى في سوق ليوم واحد في الاسبوع، يبقى بتطرح فيه حاجات، يبقى الحي ده بيعمل النهارده، الحي اللي بعديه بكره، الكلام ده. انما ياما نافذ البيع لو اتعملت بطريقه صح هنقلل الاسعار 20 و25%. يا سيد بيه والله هو في كذا حل. الحل اللي انت بتقوله ده احدهم، وده محل سهل جدا. الحل الثاني انا كنت عرضته على وزير التموين، ان احنا مجموعه الشباب، في مجموعه شباب نجيبهم نديهم عربيات صغيره وبالقسط ونساعد في هذا الموضوع، انه بيطلع الواحد بعربيه بياخد 200 طبق بيض وفي الاحياء بيبيعهم، لو كسب جنيه هيكسب كل يوم 200 جنيه هيدفع قسط عربيه وهيشتغل وهيبقى كويس جدا. طيب. لو انا عملت له ثلاجه صغيره. طيب انا بقول لسيادتك ايه، احنا يعني بعد اذنك هيتفقوا مع حضرتك دلوقتي عشان نعمل حلقه على هذا الموضوع كيف لان الاسعار اللي موجوده سهل جدا ان احنا ننزلها، يعني ده اللي انا عايز اقوله، مش كده ولا انا غلطان؟ كل حاجه سهله، بس المهم التسويق والتنظيم يتعمل سيستم نقدر نقدم افكار ونقدر يعني نعملها ان شاء الله. طب بعد اذنك ما تقفلش يا فندم، بعد اذنك هيحضرها. بشكر حضرتك جدا، يلا يا ابو العلا عشان سيادة اللواء محمود.